والآن تستعد اللعبة الثامنة والأخيرة على طاولة القفز، اللعبة أوكسانا تشوسوفيتنا. والقفزة الأولى لأوكسانا. والثبات. أدت اللاعبة أوكسانا حركة الهاندسبرينج الأمامي مع نص لفة والثبات. طبعا الأداء جدا نظيف. درجة صعوبة القفزة كانت 4.0. طبعا اللاعبة عمرها 47 عام، شاركت بثمان ألعاب أولمبية. ننتظر علامة اللعبة بالقفزة الأولى. لن تحصل على 12.7. أفضل من العلامة اللي حصلت عليها في التصفيات. والثبات. قفزة ثانية، قفزة ناجحة للاعبة. إذن أنهت اللاعبة أوكسانا أداءها على جهاز طاولة القفز، لكن ننتظر علامتها النهائية. أوكسانا كانت في المركز الرابع بالتصفيات بمجموع 12.899. أدت حركة الراوند أوف مع لفة كاملة والثبات. درجة صعوبة القفزة كانت 4.4. إذن أدت نفس القفزات اللي أدتهم في التصفيات. توقعت إن هي ممكن ترفع درجة الصعوبة، لكن أدت القفزتين بشكل نظيف. حصلت على 13.166 في هذه القفزة في التصفيات.